كل إشي يلو. صباح الخير يا أحلى متابعين. صباح الخير يا لارا. مين اليوم رايحة المدرسة؟ أنا. ليه مو رايحة أنت؟ هي مريضة. لارا مريضة حبيبتي، إلها 3 أيام مريضة ما راحت على المدرسة. إن شاء الله إن شاء الله بكرة. شو رأيك بكرة نروح المدرسة إن شاء الله إذا بنكون مناح؟ بما إنه بكرة اليالو داي فحابة أروح أشتري لها كم من شغلة للمدرسة وناخذكم. بدنا ندور على اشياء لونها يلو. هنا ما في، تعال نشوف. رح ندور اشياء كون يلو. يلا صح. شوفي لك بلك لقيتي لك بوك يلو. لا ما في، تعال ندور اذا في شنطة يلو. برضو ما في. هدول بوي. هدول شو انا ما في اشي يلو. شكلنا رح نتغلب باللون اليلو. هاي البويز. يلا تعالي ندور اشياء البنات. يلا ورجينا. هدول هدول البلايز. يلا تعالي تعالي نختار منهم. استني شوي. هاي 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 لحظة. ايوه هاي بيجاما. اها يلا تعالي بنجربها. هاي بيجاما. تعالي نجربها. طب وهاي كمان تعالي نقيس هاي. في واو هنا في كتير بلايز. يلا. اشوف يور سايز ذس وان. يلا ورجينا. واو فيري نايس حلوة. ذيك تجينا البلوزة الثانية. واو كثير حلوة. أي وحدة عجبتك؟ اليونيكورن. اوكي. هذول البوكال حلوين. يلو خليني اخذ لها اياهم كمان. اوه كمان هي كلها يلو. يلا رح يحبها. يلا لارا اشتريتي شو اشتريتي؟ طب ورجينا شو اشتريتي؟ يلا هاي كليرز. بدها تروح على كليرز لارا. يلا بدها تدور على اشياء يلو. مش عارفه شو اشياء يلو. بدور على نيل لونهم يلو. لقيتي؟ خلينا نشوف. شكله ما في ولا اشي يلو. لقيتي؟ شو لقيتي؟ لا يا هي لقينا يلو مناكير. ايش يا عمري؟ يلا بدك تاخذي 2. يلا خذي شو بدك. يلا خلاص لا ساعة بتختاري الالوان. يا سلام يا لارا. وين؟ يلا نروح الجمعية نشتري اشياء يلو. يلا ليتس جو. يلا يس. يلا واحدة لك وواحدة لزيد. يلا ليتس جو. شو كمان عندنا؟ يا سلام هذا سبايسي. احنا شو رح ناخذ اليوم؟ لونه يلو. يلا تعالي ناخذه. يلا باخذ هذول. لا باخذ. وين عربيتك؟ وين عربيتك؟ يلا تعالي. شو كمان عندنا؟ في عندنا هذول كمان. خذ هذول كمان. لقينا يلو كورن فليكس. يلا هاد يلو. مش قادرة توصلي لهم هدول كمان. نقدر نحطهم. اي نقدر نحطهم بالمدرسة. هدول كورن فليكس مامي. كورن فليكس. ايوه يلا. هدول كورن فليكس. في لقينا يا لارا.
عصير. خليه ياكل. وكمان حط هدول. خلاص إناف. يلا لما نروح الكل كل هدول. اها هاي 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 زاكية. اوكي اوكي شو كمان في عندنا؟ كمان هذا دنيت اليلو. الله شو هاد كل اشي يلو. يا عمري انت حبيبتي. يلا تعال تعال نشوف كمان شو ضل علينا. واحدة إليك واحدة لزيد. اجي على البيت عشان بدي احط يلو في الكبار. يلا اول اشي بدنا نحط اي واحد؟ يلو. هذا اليلو. ما رح تحط اللي. هلا حطينا اول اشي اليلو، وهلا شو رح نحط؟ الرينبو. الرينبو. اشوف المناكير. كثير حلو. هلا رجع من المدرسة. في سبرايز، انا ولارا رحنا عملنا الصبح ايش؟ شوبينج. وجبنا اشياء. جايز هلا اشترينا اشياء من الشوب. كل الاشياء اللي اخذناها باللون الاصفر. يلا جاهزين. اول شيء بدنا نحضر اللانش بوكس، وبعدين بنجرب اكمل شغله من الاشياء. شو رايكم بالفكره؟ يلا رح اعطي كل واحد اللانش بوكس تبعه. هذا تبع مين؟ وهذا تبع مين؟ جاهزين؟ يلا كل واحد يختار الاشياء اللي بده يحطها باللانش بوكس. راكر. اوكي حلو. هذا في كورن فليكس، هون الحليب تحت. ايوه هذا كورن فليكس. لا بنقدر نحطه هون. يلا يلا رشا، شو بدك تحطي كمان ماما؟ بدك تحطي هذا الكورن فليكس هون. يلا شو بدك تحطي؟ عصير. اوكي انا احط هون الكورن فليكس. بتقدري. لا بس بنحط هون. بنحطه بالشنطه مش مشكله. اوكي. هون بيجي زيد. هي اجى هون. اشوف لو بقدر اسكر. بلا بيسكر. بيرفكت. اوكي بس عم تحط الزامبو. وهلا الحلوين قاعدين بياكلوا دنيت. صحة وهنا. كرمال. انت ايش عم تاكلي؟ كرمال. كريم كرمال. صحة وهنا. عجبكم التحدي؟ متحمسين بكره تشوفوا كيف رح يطلع شكل اللانش بوكس؟ وهيك صار اللانش بوكس جاهزة، كلهم باللون الأصفر. هاي الصراحة أول مرة أعملهم هيك إشي، لانش بوكس كامل باللون الأصفر. شو رأيكم يا حلوين؟ هاي عنا عصير وفواكه، وهي حطيت لهم بطاطا وسناكس وقدرة وبسكوت. كل إشي كل إشي باللون الأصفر، وكمان نفس الشي للارا. واو شوف الشعرات شو عليهم. كلهم ايموجيز.